فإذا كتاب الله لازم يا أخواني كلياتنا الآن لازم نشد همتنا بحفظ القرآن. والحمد لله في جامعة كون جامع المغربية الحمد لله صافي عنا جلسات لحفظ القرآن، فاللي جاي عم يكرر أو جاي بده يقرأ صافي عنا قراء وحفظة والحمد لله. فبتجي بتقرأ نسمع لك وبتكرر، ومتى ما حفظت نعطيك شهادة حفظ القرآن بالتقريء أن تقرر إن شاء الله ربي بتمم فضله علينا وعليكم جميعا. فكلنا يا أخواني لازم نبدأ بحفظ القرآن. ما واحد يقول أنا ما بحسن، لو كان عمرك مهما كان لا تقول ما بحسن، كلنا بنحسن نقرأ القرآن. حطوا برنامج يا ابني، حط برنامج آية كل يوم، آية القرآن 6600، 10 سنوات ب300 بقديش بيطلعوا؟ 3000. ب10 سنوات بتحفظ نص القرآن، نص القرآن 10 سنوات آية كل يوم. عما يتساءلون تنحفظ معكم، تنحفظ. ثاني يوم عن النبأ العظيم تنحفظ، يعني في واحد بيحفظ هيك؟ لكن يا ابني اقل ما يقول لك لو آية تحفظ نص القرآن. حط مشروع 5 سنوات، واذا كان صاحب همة احفظ كل يوم 5 آيات، 5 آيات كل يوم احفظ 5 آيات. إذا كان 5 آيات بالشهر قديش بيحفظ؟ 150 آية، ما هي؟ طيب بالسنة قديش بيحفظ؟ 1800 آية. مشروع 4 سنوات قديش بيصير حفظ؟ 1800 و1800 و1800 و2800 7000، هن كلهم 6000. فخمس آيات كل يوم خلص. قل بسم الله على بركة الله بدي أبدأ إن شاء الله بحفظ القرآن من بكرة. ده بجزء عمه، حفظ جزء عمه، حفظنا جزء عمه، ننتقل لتبارك، ننتقل لقد سمع تحفظ. ما بتشوف حالك وصلت لياسين، حفظ ربع القرآن، الله أكبر، ربع القرآن بتشوف حالك صار قدامك سهل، صرت تحفظ بقى أكثر. هذا يا ابني المسلم، ويكفيك يا ابني أنك وأنت رايح وأنت جاي عم تقرأ قرآن، طريقك كله شو صار؟ كله ممتلئ بالحسنات، والأرض عم تشهد لك، والحيطان عم تشهد، والشجر عم تشهد، والملائكة عم تشهد، ورب العزة شاهد أنك تتلو القرآن. ألا يكفيك هذا فضل وكرم يوم القيامة؟ ويوم القيامة إن كنت حفظت القرآن، عليه الصلاة والسلام أخبرنا من حفظ القرآن ألبس والديه تاجا نوره أشد من ضوء الشمس والقمر. هذا أمه وأبوه، لبس أمه وأبوه كل واحدة تاج أشد ضوءا من الشمس والقمر. فما بالكم بالذي حفظه يلي قرأه؟ هذا قديش بده يكون يا ابني؟ هذا أمك وأبوك انتفعوا فيك. فلذلك ابدأوا يا أخواني بحفظ القرآن من غير تقصير. واللي بتحفظه حط قدامك مسجلة، كرر عليها أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، بعدين احفظ. ممكن وأنت عم تكررها تحفظها من غير خطأ، مثل ما حفظ الله يرضى عليه أبو فؤاد. الله يجعلك فؤاد الإيمان يا أبو فؤاد. مثل ما حفظ كمان أنتوا كرروا واحفظوا، فبتشوف حالك حفظت ربع القرآن. ممكن تشتد همتك ممكن تحفظه سنتين،
ممكن. هلا في اخوان عم يحفظوا اكثر، قديش حفظتوا يا اسماعيل؟ القران كله. ما فهمت. سنتين قران حفظوا بسنتين قران كله. الله يرضى عليك. في هلا عم يعمل اكثر منك، في اصحاب هني في بيحفظ. هلا في واحد اخذ الدرجه الاولى حفظ القران كله بشهرين ونصف. القران كله بشهرين ونص، وهذا عم يكرر وعم يقرا كله. يلي له همه وحب بيحفظ القران بصم على الغيب. اذا كان عندك همه بحب الله وعندك همه بكلام الله تحفظ يعني. فهذا يا اخواني بالنسبه لكتاب الله. قال عليه الصلاه والسلام فيما رواه الطبراني والهيثمي: من اتبع كتاب الله هداه من الضلالة. من اتبع كتاب الله هداه من الضلالة ووقاه سوء الحساب يوم القيامة. ووقاه سوء الحساب يوم القيامة. هذا والكتاب الذي نزل الله. فالقرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ناويين ينزل عليكم أنتم القرآن؟ القرآن موجود، نزلت علومه على النبي عليه الصلاة والسلام. خليك أنت تقرأ القرآن تنزل علومه عليك كمان، كمان تكونوا من أهل القرآن. والقرآن يا أخواني لو لم يكن من كتاب الله عز وجل إلا أنه كلام كل حرف منه بعشر حسنات لكان ذلك يكافي للإنسان أن يحفظ القرآن. كل حرف بعشر حسنات. فلو أرى الإنسان مثلا إنا أعطيناك الكوثر، كم حرف بتطلع؟ إنا ثلاثة، أعطيناك ستة، ما هي؟ وثلاثة صاروا تسعة، الكوثر خمسة، شو صاروا؟ 11 حرف. هي 11 حرف بعشرة تأخذ 110 حسنات. هذا كقراءة، هذا ترغيب النبي عليه الصلاة والسلام. ما بتترغبوا بترغيب رسول الله؟ مين ناوي يحفظ القرآن؟ ناويين إن شاء الله كلكم؟ نرجو الله أن الله يوفقني وإياكم. ابدأوا يا ابني، لا تقول بكرة إن شاء الله وبعد بكرة، ابدأوا من الليلة. كل واحد يجيب كركر تسجيل حطه عنده. في بيت منكم ما بيخلى من التسجيل؟ ما فيه مسجلات صغيرة؟ حط قدامك المسجلة وعد عيد. قريت الآية رد كويس عيدها، رد كويس عيدها مرة ثالثة، مرة رابعة، كررها كم مرة حفظت، ننتقل لآية ثانية. وهكذا إذا كررت قبل ما تنام عن الآية 10 مرات ونمت بتفز على بكرة بتلاقيها مطبوعة طبعا. قبل النوم كرر على الآية 10 مرات وحط راسك ونام على بكرة بتلاقيها محفوظة. الله يفتح علي وعليكم ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن العظيم. مياله يا أخواني اللي الله بده يكرمه، بده يجعله من أشراف هذه الأمة. أشراف أمتي حملة القرآن، هذول الأشراف. فإذا كان الأشراف الله أكبر، أعز من في الأمة الأشراف. فبتصير أنت من الأشراف إذا قرأت كتاب الله. أرجو الله أن يجعلني وإياكم من حفظ القرآن.
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.